السلام عليكم إلياز حسن ديغنا أنا مؤسسة بلان بي سنتر الناس هنا الشباب ديل دعوني هنا عشان أتكلم في الفورم بتاع الليلة عشان أشتغل عشان نتكلم عن كيف الناس ممكن الشباب المستقبل ديل إن شاء الله يبتدوا المشاريع بتاعتهم ونعكس الحياة اللي تعلمناها في الفترة اللي إحنا اشتغلنا فيها المشاريع بتاعتنا اللي تعلمناها وشنو اللي ضفناه اللي روحنا شنو كيف ممكن نديهم الخلاصة بتاعت كلامنا إنه هم كيف يستفيدوا منا وطبعا أنا كان بالنسبة لي بتمنى إنه نلقى فرصة زي دي إحنا ذاتنا إنه ناس يورونا كيف نحن نبتدي كيف نمشي لقدام وكده فعشان كده أنا بهمني الشباب اللي هم ابتدوا الستارت أب بروجكت ديلا على الفكرة دي إن دي ذاتها فكرة يعني فكرة جميلة وفكرة تقود الشباب للحتة أحسن بشجعهم على الأقل إنه هم يعرفوا إنه هم ما برام يعني ما يعني في ناس معاك في ناس بيدعموك في تيم وراك يعني حتى لو ما شغال معك في بروجكتس لكن شغال معك ينظم لك افكارك يساعدك يديك خبراتهم لو عايز اي حاجه ممكن تتواصل معاهم انا اعتقد الفكره دي ممكن تكون ناجحه بالنسبه للشباب السوداني ان هم يدعموا نفسهم ويدعموا بعض في ان هم ينشئوا يعني ينشئوا مستقبل جميل وجديد بالنسبه للسودان شكرا لك والسلام عليكم.